مساء الخير. مساء النور. اسمك محمد؟ أيوة، أنا اسمي محمد. وأنت؟ أنا اسمي مها. تشرفنا. تشرفنا. تشرب شاي؟ أيوة، أحب الشاي، شكرا. عندك الشاي أخضر؟ لا، عندي الشاي أسود. طيب، كيف هو؟ ليس بخير. ما بيكي؟ أختي مريضة. أنا آسف، هل عندك أخت؟ نعم، أنا أحب صغيرة، اسمها سلمى. عندك أخ أو أخت؟ أيوة، عندي أخ كبير، اسمها أحمد. هو طالب في الجامعة نيويورك. أنا؟ أنت طالبة في نفس الجامعة. تدرسين؟ ماذا تدرسين؟ أدرس الأدب الفلسطيني. هو صعب. أنت طالب؟ أيوة، أنا فلسطينة طالبة في الجامعة. ماذا تدرس؟ تدرس الشفقة. هل تسكنين كبيرة من الجامعة؟ نعم، أسكن منطقة بروكلين. أين تسكن؟ أسكن في منطقة كوينز. هو تسكن قريب من مكتبة؟ لا، أسكن قريب من السينما. أي فيلم لازم أشاهد؟ لازم تشاهدين هابي فيت. أحب ذلك الفيلم. أين أنت تعملين؟ أعمل في الأمم المتحدة في المنحنى. ماذا جنسيكي؟ والدتي لبنان ووالدي فلسطين. وأنت؟ والدتي لبنانية ووالدي أمريكي. أنا أعمل. أعمل في مكتب صغير. أريد أعمل في مكتب كبير. ماذا تريد أعمل مكتب الكبير؟ عندي مشكلة بمكتبي الصغير. ماذا مشكلة؟ جاري يعمل هناك. هو قريب. كيف هو قريب؟ أريد قطة صغيرة. أيوة. هل شوقان؟ لا. طيب، ماذا تريد؟ لا، الحمد لله. أنا دجاج وخبز. شكراً، أحب الدجاج. ماذا رقم تلفونك؟ 8-7-5-8-0-9. الله. طيب، أين ابنك؟ أين الحمام؟ شكرا. عفواً.